الأب والابن والروح القدس إله واحد تبارك إلهنا كل حين نينكي كريستوسيون أستونيون آمين. عزائنا إحنا في مدينة المهد، إحنا في مدينة الميلاد. كل يوم في بيت لحم نحتفل بعيد ميلاد المسيح، كل يوم نتطلع على الساعة على التقويم يعني على البرنامج نحتفل بميلاد المسيح. اليوم كذا قديش يوم الشهر؟ 30/1/2012 ميلادي من ميلاد السيد المسيح. هلا ممكن تقول لي انه الراهب اللي عمل الحسابات غلط بست سبع سنين. احنا 2012 للحساب الميلادي الموافقة 2018 للميلاد. المسيح ولد تقريبا قبل 2012 سنة. اذا كل يوم نحتفل بميلاد المسيح، احنا كلنا خصوصا المؤمنين بالمسيح. هلا بالنسبة لميلاد يوحنا المعمدان، شو بقول الملك المبشر لوالده زكريا قبل ما يولد يوحنا؟ يقول له يفرح بمولده أناس كثيرون. نيجي للسيد المسيح لما ولد، شو الملاك قال لرعاة بيت سحور؟ إني أبشركم فرح عظيم، يعني عيد. شو هو هذا العيد؟ اليوم ولد لكم مخلص في مدينة داود وهو المسيح الرب. زي ما نقول بالليتورجية يعني بالطقوس الدينية البيزنطية اللاتينية، ميلاد الرب في الجسد. ميلاد الرب إيش؟ في الجسد. هلأ إحنا حكينا عن الاحتفال بميلاد المسيح، خلينا نحكي عن الاحتفال بأعياد ميلادنا إحنا. كل واحد واحدة بعيد ميلاده. في بشر ما بيحتفلوش بعيد ميلاد. من إمتى بطلوا يحتفلوا بعيد ميلادهم؟ هل أساساً هاي الفئات أو الأرمية لهاي الفئات نشأت في القرن 19، يعني خلينا نقول 1880، بعدين تفتتت إلى ما لا يقل عن 20 فئة. المهم إنه مثلاً أهم فئة منها هي بتسمي حالها شهود يهوى. شهود يهوى طبعاً اسم يهودي من العهد القديم. يسوع شو قال لتلاميذه؟ ستكونون شهوداً ليهوى؟ سؤال، ستكونون لي شهوداً أنا شهود يهوى. أنتوا يا يهود في العهد القديم، أشعيا 43 آية 10 و12، بينما أعمال النصر فصل 1 آية 7 وتابع، أنت ستكونون لي أنا شهوداً يقول يسوع للتلاميذ. إسستي مو مارتيرس، مارتيرس يعني شهود وشهداء نفس الكلمة زي بالعربي أو العربي كمان زي اليونان. المهم في الموضوع لما سموا حالهم شهود يهوى سنة 1931 حذفوا صليب المسيح وتاجه من مجلتهم اللي هي برج المراقبة. شو اسمها مجلتهم؟ بس هذا مش اسمها المضبوط، اسمها المضبوط برج صهيون للمراقبة، زاينز ووتش تاور. زاينز ووتش تاور، خلوا برج صهيون وقاموا صليب المسيح وتاج المسيح. اقرأ المكتوب. شو معنى يهودية هاي ولا مسيحية؟ هاي يهودية. طيب وقت ما حذفوا وقتها 1931 حذفوا ميلاد المسيح، حذفوا عيد الفصح. ما حكوش اشي ضد الأعياد اليهودية، ما حدا بيحكي ضد الأعياد اليهودية. وقتها لما حذفوا عيد ميلاد المسيح تذكار ميلاد المسيح اضطروا ايش يحذفوا؟ عيد ميلاد كل واحد. انتوا معاي؟ من سنة 1931. على اي اساس زي ما سألنا هون الاخت؟ بقول لك لانه الشخصيتين، بدون مؤاخذة شخصيات بايظة هلا راح تشوفوا، اللي الكتاب المقدس بيقول انه احتفلوا بعيد ميلادهم اللي هم مين؟ فرعون مصر زمان يوسف، تذكروا يوسف ابن يعقوب ما غيره، وهيرودس انتيباس اللي كان
ساجن مين؟ يوحنا المعمدان. كل واحد منهم بمناسبة عيد ميلاده أمر بإعدام ناس. فرعون مصر بمناسبة عيد ميلاده والهش والنش والرأس واللتج والهذا أمر بإعدام الخباز. وهيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير بعد ما رقصت هاي بنت سالومي اللي هي بنت هيروديا أمر بقطع رأس مين؟ إذا أنا ممنوع أحتفل بعيد ميلادي. يا سلام على المنطق. هلا عيد الميلاد هو غلط بحد ذاته ولا الغلط كان فيه هدول الشخصيتين اللي طبعا وين الغلط؟ الشخصيتين في الشخصيتين. بتقول انا ممنوع احتفل بعيد ميلادي، شوف شوف المنطق او عدم المنطق، انا ممنوع احتفل بعيد ميلاد هذا الشاب الحلو لانه هيرودس قطع راس يوحنا المعمدان. طب شو له دخل؟ يعني اذا انت بحق لك ما تحتفلش بعيد ميلاد هذا الشاب الصغير اذا بكل مناسبه عيد ميلاده بجيب واحد وبتقطع راسه. انا شايف انكم نايمين. نعم معك ابو، انتم معي؟ صح. مش الغلط انه قطع راس حدا؟ فمعنى احنا عيد ميلادنا كل واحد اذا بيحتفل بعيد ميلاده معنى ممنوع، زي ما بيقولوا الاولاد صغار ممنوع ممنوع يعني ممنوع. ليش ممنوع؟ لانه كل واحد منكم في عيد ميلاده ايش؟ ببعث ورا واحد و بمعطى راسه وبقطع راسه. فيها منطق هاي؟ اذا عزمان الفراعنه كان يحتفل بعيد ميلاده، اذا عزمان المسيح هذا الوالي او بلاش نسمي الوالي رئيس الربع هيرودس انتيباس كان يحتفل بعيد ميلاده، بس هدول الشخصيتين البايظتين في كل التاريخ هم اللي احتفلوا بعيد ميلادهم ولا في غيرهم من الملوك؟ في غيرهم ولا ما فيش؟ يعني عن زمانهم في غيرهم ولا ما فيش؟ في غيرهم. من زمن من خلينا نقول ألف و قديش؟ من خلينا نقول 1300 قبل الميلاد لا الميلاد 1300 سنة، بس هذول الاثنين احتفلوا بعيد ميلادهم؟ لا. شايفين كيف ما فيش منطق في هذا الموقف؟ لما في اشي بعطوك اياه كحجة كسبب بحط لك اياه في الواجهة بتسلط الاضواء عليه زي ما بنسلط هلا عدسة الكاميرا على هذا العهد الجديد، بس في الواقع لما بيعمل هيك بخبي اشي تاني. هلا راح نشوف شو الهدف المضبوط. هلا في بقول لك لا، لانه مكتوب في سفر الجامعة او كوهيلت هذا منسوب لسليمان الحكيم، لك مكتوب يوم الوفاة خير من يوم الميلاد. معنى مش لازم نحتفل بعيد ميلادنا. إذا زي ما بتقول هون الأخت، إذا لازم يحتفلوا وقت ما الواحد فينا بيموت. مش يوم الوفاة. يوم شو قال؟ يوم الوفاة خير من يوم الميلاد. معناه مش لازم نحتفل بيوم ميلادنا، إذا إمتى لازم الناس يحتفلوا فينا ويصيروا يزغرتوا؟ لما نموت. هذا إيش؟ جنان يعني بالعربي جنون. الواحد فاضي يبكي على طبعا. هل هذا كلام معقول؟ طبعا لما سليمان الحكيم كتب هذا الكلام كان متشائم، هذا في اول سفر الجامعه، بس في الاخر في الاخر بعد ما قال بعد ما بدا يقول هفل هفالين باطل الاباطيل وكل شيء باطل، شو بيستفيد الانسان من تعبه وشو بيستفيد من هالندوات عفوا وشو بيستفيد من تربيه اولاد؟ زي ما بقول لك
يا ريت عمرنا ما تنيلنا، يا ريت عمرنا ما جبنا اولاد، ولا لا مرات تفقع مع الواحد. ماذا يستفيد الانسان في فصل 12؟ كيف بيبدا صف فصل 12؟ كيف بيبدا اخر فصل في سفر الجامعه؟ اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي السنون، يعني الاعوام التي تقول لا رغبة لي فيها. استمتع بالحياة، ولما انت تستمتع بالحياة بدك تذكر مين؟ بدك تذكر خالقك. طبعا انتوا قاعدين برضو زي ابو كاسم بيع الخيار، بتقول خالقك، طيب فهمنا خالقك ولا لا؟ شوف شو الكلمة، بدي استخدم كلمة تانية، باريك. الباري شو يعني؟ الباري الخالص، الخالق، الباري يعني الخالق، عبد الباري، مش هيك؟ الباري يعني، شوف شو مكتوب بالعبري، بوريخة، بوريخة يعني باريك خالقك. شوف الحخام شو بقوله، يعني مرات عندهم أشياء حلوة، مرات أشياء ولا تشد ايدك. بقول اذكر، اذكر، بوريخة يعني خالقك باريك. بعدين اذكر بورخة، بورخة يعني بعيد من هون الحفرة. شو هي الحفرة؟ القبر. القبر. وبعدين اذكر، اذكر بئرخة. شو يعني البئر؟ البئر. إذا ثلاث كلمات، بئر شو يعني بئر؟ البير يعني أساسك، أصلك. كل واحد فينا يذكر أساسه، أصله، كرميته. يا ريت لو كل واحد فينا يفتش عن أصله، أصل عائلته، وقتها نفهم قيمتنا أكثر، نفهم عائلاتنا أكثر ولا لا؟ مثلا بدون مؤاخذة، العيلة اللي أنا أنتمي إلها مش معناها مدروس، درس مدروس، مدروس هي أساسها مارديروس يعني الشهداء، مارديروسيان ابن الشهداء، معناه إيش؟ سلالتنا إحنا إيش كانت؟ شهداء ذبحوا من أجل المسيح، مش مدروس مكتوب ماما. لا، كل واحد فينا يا ريت لو يعرف إيه أصل أسرته، يسأل عن تاريخها، مثلا الصليبي شو معناه، مثلا دار عون مثلا من موارنة لبنان، مثلا كثير ناس منا يمكن من أحفاد الرعاة في بيت سحور السريان، هم أقرب ناس بيحكوا أو أقرب ناس للغة السيد المسيح. وإلى بئرخة أصل أصلك، بورخة شو البور بعيد من هون؟ الحفرة. وبعدين بوري يعني الخالق الباري. طيب بقول لك كمان احنا بنحتفلش بعيد الميلاد، ليش؟ أو زي ما بقولوا بالصيني، مين تشانشو؟ مين تشانشو؟ بقول لك أنه لما الواحد بيحتفلوا بعيد ميلاده بكبر راسه، بصير عنده كبرياء، بصير زي بصير نافخ حاله زي الطاووس، وكله يعني مركز الاهتمام. طيب والولد الصغير اللي عمره سنتين وثلاثة، هابي بيرثدي تو يو، سنة حلوة يا جميل، وطفي شموعه، هذا بده يشوف حاله ويكبر راسه وينفخ حاله زي بده يصير زي الترين، يعني ابننا صغير. وبعدين لما يقولوا لكم كل عام وانتم بخير، احنا عنا الكبار، احنا عفوا يعني مع الاحترام، احنا الدبب الكبار، احنا لما نحتفل بعيد ميلادنا، يعني كل واحد فينا بصير ما حدا يحكي معي اليوم عيد ميلادي، يعني انا اهم شخصيه في التاريخ. شو بتقولنا الكنيسه في عيد ميلادنا؟ ايش نسوي؟ نعمل حفلات؟ اول شيء ايش؟ اول شيء شو
عيد ميلادنا مناسبة نشكر مين؟ نشكر ربنا إنه ما متناس في هاي السنة مثلاً يعني. نشكر ربنا إنه رغم الصعوبات ظلينا إيش؟ على قيد الحياة، مش ترملوا نسواننا ولا تيتموا أولادنا ولا غلط كلامي. شو يعني كل سنة وأنت سالم؟ يعني نشكر الله إنك على قيد الحياة. نطلب من ربنا إنه السنة الجاية يحفظك. ثم أحلى الأرمن لما بسلموا على البني آدم مثلاً، خصوصاً على الكاهن، أو لما يقول الخوري بسلم على الناس لما يشوفهم أو يشوفوه بقول لهم أستفاز بهبان، يعني الله يحفظكم. وجابوه أستفاز أكنغان، يعني الله الله يساعد، الله يعين. في العراق لما بسلموا على واحد بقول له الله يساعدك. ليه؟ فعلاً الله يساعدهم كثير. إذن كل سنة وأنت سالم شو معناها؟ أول شيء بنشكر ربنا على إيش؟ على نعمة الحياة. في المسيح كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. ولا بدكم نحتفل يحتفلوا فينا لما نموت يقولوا الحمد لله أخيراً مات حتى نحتفل؟ بدنا نوزع كيكس صح؟ شو قال؟ كان أبونا منصور شو من غير اليوم شو يحكي لنا؟ عندما ولدت، تعرف أنت بوزيرك عندما ولدت كنت تبكي صح؟ ولك الطفل بينزل من رحم والدته يبكي. عندما ولدت كنت تبكي والكل حولك يضحكون. اجتهد عندما تموت انه كل الناس يكونوا يبكوا حواليك وانت تكون فرح وتضحك. لما ولدت عندما ولدت كنت تبكي والناس حولك يضحكون. مبروك يا ابو سمير مبروك. واذا بتجيب بنت قولوش مبروك والحمد لله عصر له مثل هيك بلا بنفس الحمد لله عصر له مثل الحمد لله عصر له مثل. المهم انه يلا منيح ولا البلاش منيح ما راحت فيها. إذن عندما ولدت كنت تبكي والناس حولك يضحكون. اجتهد عندما تموت أن تضحك والناس حولك يضحكون. هلا شو السبب المضبوط؟ وين راحت الأخت اللي جاوبت في أول الحديث قبل ما نبدأ التصوير على هذا السؤال؟ يعني أعطى جواب هاي الفئات. شو السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي لما شافوا حالهم حذفوا ميلاد المسيح بطل إلهم عين إيش؟ يحتفلوا الواحد بعيد ميلاده. وبك أنت أحسن من المسيح؟ مين اللي وقع بالفخ؟ السبتيون بيحتفلوش بعيد ميلاد المسيح، بس كل واحد فيهم بيحتفل في عيد ميلاده. فأنا قلت واحد منهم بالبجالي مع أنه هو ألماني، قلت له أنت باقي أحسن من المسيح، أنت باقي أحسن، هاي بالألماني، أنت باقي أحسن من المسيح. إذا ما بدهمش ينتقدوا لما حذفوا عيد ميلاد المسيح. شو اضطروا يحذفوه؟ أعياد ميلاد. بس في أتريته في هدف تاني. لما انت عيد ميلادك تجيش تحضر الاجتماع ولا لا؟ لما عيد ميلادك تصرف مصاري تشتري كيكس ولا لا؟ تشتري جاتو حلويات وكنافه وهاي الفئات ما بتحبش انكم تصرفوا مصاري، تحب انه كل مصرياتكم وين تضل؟ معاكم حتى لما في اجتماع تروحوا عليه، لما في ايش؟ لما في اشي بدهم يبيعوكم اياه يكون مصرياتكم معكم. مش تقول ايه اشتريت بكيت دخان، ايه ابني راح على الكشاف،
ممنوع الكشاف، ممنوع الاحتفالات. ليش؟ كله ممنوع. ليش؟ لأنه كل إشي ممكن تمضي فيه وقت، كل شيء ممكن تصرف عليه مصاري، كل شيء ممكن تسمع فيه ناس تانيين يحكوا غير اللي هم بيحكوه. إيش هذا بصير؟ ممنوع، ممنوع بما فيه عيد ميلادك. فشو سووا؟ لاحظوا إنه في خلل بالنسبة للأطفال، فعلى القليلة في فلسطين هون شو بيعملوا حسب ما فهمت؟ مثلا بجمعوا عيد ميلاد توني مثلا اول بكره اول شهر ولا بعد بكره اول شهر، يعني بجمعوا هالاطفال كلهم، ما بيحتفلوا بعيد الميلاد لكل واحد فيهم، جمعوهم مع بعض بيعملوا لهم حفله. طب الحفله هاي بدي اسال باللغه الصينيه انا، مين تشان تشو؟ مين تشان تشو؟ ليش هاي الحفلة؟ في الواقع هاي احتفال بإيش؟ احتفال بأعياد الميلاد، ولكن بطريقة إيش؟ ملتوية، بطريقة يهودية. بتعرفوا الطرق الالتفافية، احنا شايفين اليهود دائما الإيش؟ الالتفاف. شايفين كل الكلام الفاضي اللي بيحكوه. هيرودس أنتيباس قطع راس هداك يوم الوفاة خير من يوم الميلاد، كل كلمة منهم ما فيش فيها ولا أي إيش؟ عقل ولا أي مرض. وشكرا لإصغائكم، وكل عام وأنتم بخير.